السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحملة، نتكلم فيها عن طرق خفض الضغط عند الحامل. قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. محتويات الفيديو بتاعنا: علاج ارتفاع ضغط الدم عند الحامل، النصائح العامة، علاج ارتفاع ضغط الدم طبيا، ارتفاع ضغط الدم الشديد، وعلاج ارتفاع ضغط الدم بعد الولادة. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله. علاج ارتفاع ضغط الدم عند الحامل: يعتمد علاج ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل على عدة عوامل، من بينها المسبب وشدة الحالة ووقت بدء الحالة. فمثلا ينبغي على المرأة الحامل التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن قبل الحمل الاستمرار بتناول الأدوية الخافضة للضغط خلال فترة الحمل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطبيب قد يجري تعديدا على الأدوية غير المناسبة للحامل منها ويستبدلها بأخرى مناسبة وآمنة بشكل أكبر. ومن الجدير بالذكر أن حالات ارتفاع ضغط الدم الخفيف خلال الحمل قد لا تحتاج لاستخدام الأدوية الخافضة للضغط، وفي حال كان الارتفاع الضغط شديدا أو إذا كانت الحامل تعاني من حالة ما يسمى تسمم الحمل، أو في حال أصيبت بتسمم الحمل، فإن الطبيب قد يوصي بإدخال المستشفى وإعطائها الأدوية الخافضة للضغط ومراقبتها، خاصة إذا لم يكتمل الحمل. وقد يتم اتباع إجراءات معينة لتسريع نضوج الطفل في حال عدم اكتمال مدة الحمل، وكل الإجراءات المتبعة يكون الهدف منها تمكين الحامل من ولادة جنينها بشكل آمن وتقليل احتمالية تعرضها أو جنينها لأي خطر. وسيأتي بيان الحالات وعلاج كل منها بالتفصيل في هذا الفيديو. النصائح العامة: إن اتباع المرأة الحامل التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم النصائح والإرشادات الموجهة لها يعتبر أمرا ضروريا في سبيل السيطرة على ضغط الدم والحفاظ على صحة الحمل، وفيما يلي بيان لأبرز هذه الإرشادات والنصائح: أخذ قسط كافي من الراحة والاستلقاء على الجانب الأيسر من الجسم، حيث تساهم هذه الوضعية في التخفيف من الضغط الواقع على الأوعية الدموية الرئيسية لدى الحامل بفعل وزن الجنين. اتباع نظام غذائي صحي يتضمن الحد من تناول الملح والأطعمة الغنية به. الحرص على تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء خلال اليوم الواحد. الامتناع عن التدخين، وفي حالة مواجهة صعوبة في الإقلاع عن التدخين يمكن مراجعة الطبيب لمناقشة الحلول التي تسهل ذلك. الالتزام بالخضوع للفحوصات الدورية التي يشير إليها الطبيب المختص خلال فترة الحمل، والتي تتضمن متابعة قراءات ضغط الدم باستمرار. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن شراء جهاز فحص دم واستخدامه في المنزل لمتابعة ضغط الدم بشكل يومي. الحرص قدر الإمكان على أن يكون وزن المرأة الحامل خلال فترة الحمل صحيا، ويمكن استشارة الطبيب حول المدى الطبيعي لزيادة الوزن خلال فترة الحمل. ممارسة الأنشطة البدنية المعتدلة والمناسبة للحامل عدة مرات في الأسبوع، وذلك بعد استشارة الطبيب المختص. ومن هذه الأنشطة المشي أو السباحة. تقليل التعرض للتوتر والضغوطات النفسية ومحاولة تحقيق الاسترخاء. الالتزام بتناول الأدوية الخافضة للضغط في حال وصفها من قبل الطبيب. الخضوع للولادة المبكرة إذا دعت الحاجة لذلك. علاج ارتفاع ضغط الدم عند الحامل طبيا: في الحقيقة إن الهدف من علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الحامل يتمركز حول حماية المرأة من المخاطر المترتبة عليه وعلى ارتفاع ضغط الدم، وضمان استمرارية الحمل ونمو الجنين ونضجه كما هو مطلوب. وفيما يلي بيان لأبرز العلاجات المستخدمة حسب شدة ارتفاع ضغط الدم لدى الحامل. ارتفاع ضغط الدم الخفيف والمتوسط: يعد ارتفاع ضغط الدم التي تتراوح شدته بين الخفيفة والمتوسطة خلال فترة الحمل أمرا شائعا، وعادة ما تتم علاجه باستخدام الأدوية الخافضة لضغط الدم، وذلك استنادا إلى آراء الخبراء القائمة على أن خفض ضغط الدم من شأنه الحد من تطور المرض ومنع زيادة شدته.
وهذا بدوره يحسن النتائج. وفي ما يلي بيان لأبرز هذه الأدوية الخافضة للضغط التي يصفها الأطباء للمرأة. الميثادولوبا، والذي يعتبر الخيار الدوائي الأول الذي يلجأ إليه الأطباء في ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل. وتقدر الإشارة إلى أن هذا الدواء يعتبر آمنا على الحامل والجنين حتى عند استخدامه على مدى طويل، ولكن يجدر بالطبيب عدم وصفه في حالات النساء الحوامل التي يعانين مسبقا من الاكتئاب نظرا لكونه يزيد من خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة. الهيدرالين، يمثل كل من الهيدرالين أو الهيدراليزين الخيار الدوائي الثاني الذي يلجأ إليه الطبيب في حال لم يتمكن الدواء الأولاني مناسبا للمرأة الحامل أو غير فعال في خفض الدم، كما هو مطلوب حيث يعد خيارا آمنا وشائعا يصفه الأطباء بكثرة للنساء الحوامل. لقد وجد أن استخدام نوع هذا النوع من الدواء تحت اللسان قد يرتبط بحدوث انخفاض مفاجئ في ضغط الدم لدى الحامل، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى المشيمة مما يسبب حدوث ما يعرف بالطائقة الجنينية لدى الطفل. وفيما يتعلق به فهو يمثل أيضا خيارا آمنا للاستخدام أثناء الحمل، ولكنه غالبا ما يعطى وريديا لعلاج فرط ضغط الدم الشديد. ومن الجدير بالذكر أنه قد يستخدم أيضا لعلاج ضغط الدم لدى الحامل، ولكن حتى الآن لا توجد دراسات كافية تدعم مأمونية استخدامه خلال فترة الحمل. أدوية أخرى، حاصرات مستقبل البيتا، حيث تعد من الخيارات الآمنة التي وصفت على نطاق واسع للحوامل التي يعانين من ارتفاع ضغط الدم. حاصرات مستقبل الألفا، الذي يعتبر خيارا فعالا وآمنا لعلاج ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل. ومن حاصرات ألفا الأخرى أو من التي من المحتمل أن تكون آمنة على الحامل إلا أنها الدراسات أثبتت أنها ما تزال محدودة وغير كافية. مضرات البول، والتي توصف في القليل من حالات ضغط الدم المرتفع خلال الحمل نظرا لكونها قد تسبب بتحفيز حدوث المزيد من الانخفاض في حجم البلازما. وعلى الرغم من أنه لم يثبت تسببه بحدوث تشوهات جنينية أو تأثيره في نمو الجنين، إلا أن الأطباء يتجنبون وصف مضرات البول، خاصة وأن انخفاض حجم الدم قد يرتبط بحدوث حالة ما قبل التسمم. ومع ذلك فإن النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم المزمن قبل الحمل وتحسنت حالتهم باستخدام مضرات البول يمكنهم الاستمرار في استخدام هذه الأدوية خلال فترة الحمل، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مراجعة الطبيب فورا في حال ظهور أعراض ما قبل تسمم الحمل في سبيل إيقاف استخدام الدواء وفق المناسب واتخاذ الإجراءات الملائمة للسيطرة على الحالة. ارتفاع ضغط الدم الشديد، يلجأ الأطباء غالبا إلى إعطاء الأدوية الخافضة للضغط عبر الحقن للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم الشديد لدى الحامل في محاولة منهم لخفضه وإطالة مدة الحمل قدر الإمكان ما لم يشكل ذلك خطرا عليها أو على جنينها. وفي هذا السياق يشار إلى عدم القدرة على إطالة فترة الحمل أكثر من بضع ساعات أو أيام في الحالات الشديدة جدا. ومن الجدير بالذكر أن بعض الأطباء قد يستخدمون حبوب الفموية لتحقيق الهدف ذاته. وفي حال تطور حالة ما قبل تسمم الحمل فإن العلاج الأفضل والأكثر فعالا هو الولادة. ومع الأخذ بعين الاعتبار عمر الجنين قد لا يكون ذلك هو الحل الأنسب إذ كان الوقت مبكرا على الولادة. عندئذ قد يلجأ الأطباء لاستخدام أنواع معينة من العلاجات الدوائية. وفي ما يلي بيان لأبرز الأدوية الخافضة لضغط الدم، وعادة ما يصف الأطباء هذه الأدوية إذا كان الارتفاع في ضغط الدم يشكل خطرا على الحامل والجنين. أما إذا كانت معدلات ضغط الدم تتراوح ضمن نطاق من 90 ل 140 ملي متر زئبقي فعندئذ لا يصف الطبيب هذه الأدوية. السوتريدات القشرية،
والتي تساهم في تعزيز اكتمال ونضوج نمو الرئتين لدى الجنين في غضون 48 ساعة. ويلجأ الأطباء لهذا كخطوة تحضيرية للولادة المبكرة لضمان قدرة الطفل المولود مبكرا على العيش خارج الرحم بعد الولادة. مضادات الاختلاج أو مضادات النوبات، والتي قد يصفها الطبيب في حالات ما قبل تسمم الحمل الشديد لمنع حدوث نوبات تشنجية لدى الحامل، ومن هذه الأدوية كبريتات المغنيسيوم. علاج ارتفاع ضغط الدم بعد الولادة. يعد ارتفاع ضغط الدم بعد الولادة أمرا شائعا، خاصة إذا عانت المرأة الحامل من مقدمات الارتجاع خلال فترة الحمل أو من ارتفاع ضغط الدم قبل حدوث الحمل، ولكنه قد يحدث أيضا لدى النساء السليمات التي لم يعانين من هذه المشاكل أيضا، وقد يستمر ارتفاع ضغط الدم حتى 3 أشهر بعد الولادة، وهذا ما يتطلب المراقبة واتباع خطة مناسبة تهدف إلى إيقاف الأدوية الخافضة لضغط الدم بشكل تدريجي. وفي هذا السياق يشار إلى أن الطبيب قد يوصى بإخراج المرأة من المستشفى بعد 3 أو 4 أيام من الولادة بعد التأكد من أن ضغط الدم لديها تحت السيطرة، وأن الفحوصات المخبرية والسريرية تؤكد زوال علامات وأعراض حالة ما قبل تسمم الحمل وتحسن حالة المرأة الحامل. بشكل عام يلزم الاستمرار باتباع علاجات ارتفاع ضغط الدم خلال فترة ما بعد الولادة، مع التركيز على أن أهداف العلاج خلال هذه المرحلة تكون ذاتها المرجوة من علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الفئات الأخرى من النساء غير الحوامل، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه الأدوية آمنة على الطفل الرضيع ولا تفرز في حليب الأم المرضعة، وبالتالي ضمان عدم تأثيرها في الطفل الرضيع. وفي هذا السياق يشار إلى أن كل من هذه الأدوية تعتبر من الأدوية الخافضة للضغط والآمنة على المرضع، كونها لا تفرز حليب الأم، وكذلك يندرجان ضمن مجموعة الأدوية المعروفة باسم مثبطات إنزيم محول الإنجلوسين. من الأدوية التي يمكن استخدامها لخفض ضغط الدم لدى الأم المرضعة، نظرا لكونها يفرزان بكميات ضئيلة في حليب الأم وبالتالي ليس لهما أي تأثير يذكر، ومن الشائع أيضا وصف دواء النيفيدين للمرضى على الرغم من محدودية الدراسات التي أثبتت أن حاصرات قنوات الكالسيوم التي يندرج ضمنها هذا الدواء آمنة خلال الرضاعة. أما حاصرات البيتا فينبغي تجنب إعطائها للمرأة المرضى، وذلك لأنها تفرز في حليب الأم بكميات كبيرة. ومن الجدير بالذكر أن مدرات البول من المحتمل أن تسبب انخفاضا في إنتاج الحليب، وعليه يجدر بالطبيب عدم وصفها للمرأة المرضع، كما يوصى الأطباء بتجنب استخدام مضادات الالتهاب خلال فترة الرضاعة، إذ من شأنها التسبب باحتباس الصوديوم في الجسم وارتفاع ضغط الدم. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا، قناة منوعات نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.